مرحبا بكم متابعينا الأوفياء، أهلا وسهلا بكم في هذه اللحظات. زخات مطرية خفيفة تتهطل على العاصمة السوسية ولله الحمد، فأمطار الخير ولله الحمد استبشرنا بها خيرا في هذا اللحظات ولله الحمد. جهة سوس ماسة تنعم بالتساقطات المطرية في هذه اللحظات ولله الحمد. فبعد ما كانت يعني تساقطات خوية قبل لحظات، لكن يعني القوة ديالها انخفضت ولله الحمد والشكر لله على هذا الزخات المطرية الخفيفة. رغم أنها خفيفة إلا أنها توحي بأن أمطار الخير قادمة ولله الحمد. فبغيت كل شيء أنه يكتب لنا في التعليق من أي منطقة كيتابعنا وكيدير الأجواء عندكم، واش كاين امطار الخير عندكم ولا لا في المنطقه اللي نتوما كتتبعونا فيها. فاكادير ولله الحمد هناك تساقطات مطريه رغم انها ليست تساقطات الغزيره لكنها خفيفه، والحمد لله والشكر لله على هذه النعمه الربانيه ولله الحمد والشكر لله على هذه التساقطات الخفيفه، ان لم نقل زخات مطريه خفيفة ولله الحمد. فسعيد وليد الحمد لله، الحمد لله والشكر لله، هذه من فضل الله، هذه من نعم ديال الله سبحانه وتعالى. أميرة بحجابي كتقول الحمد لله مراكش كاين البرد، حتى هنا في أكادير أختي الكريمة كاين البرد وكاين الشتاء إن شاء الله، وباقي جاي الخير القدام إن شاء الله. هذا الشيء اللي كنتمناو متابعينا الأوفياء في كل مكان. هشام التازي كيقول تازا امطار الخير واعانكم الله، اعانك الله اخي الكريم، فقط حنا كنرصدوا لكم الاجواء وكنقل لكم هذه الاجواء الرائعه هنا من مدينه اكادير مع الزخات المطريه الخفيفه وهذا الجو الممطر ولله الحمد. طريق السلامه تحيه لك اخي الكريم، شكرا لك، الله يسلمك. فنجيب من مدينه اكادير تحيه لك اخي الكريم. فانتم كما كتشوفوا يعني ولله الحمد كاين امطار الخير ولله الحمد كما كتشوفوا معنا من خلال يعني هذا البث المباشر، يعني كاين تساقطات مطريه ولله الحمد والشكر لله على هذا النعمه الربانيه وعلى هذه الخيرات ديال الله سبحانه وتعالى ولله الحمد والشكر لله. احمد الشركي كيقول الزمامره كاين امطار قويه في هذه اللحظات. مصطفى يقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية لك، شكرا لك أخي الكريم. فمدينة أكادير يعني فاطمة إيمين تانوت تحية لك، ولتمانو إيمين تانوت يسقسي لك رونزار ونتوهو غيد أكادير الحمد لله غسدي اللونزار يفك ربي تما خيرت يفك ربي أنزار. نتمنى تيدي وربي إن شاء الله سيغودين غيدا نتمنى. قلت مانو فاطمة إيمين تانوت تحية لك وتحية لجميع المتابعين الأوفياء. رجية الفردوس كتقول تشيرة ما فيها والو، فالحمد لله والشكر لله. فبطبيعة الحال كما كنشوف يعني شتاء مارس يعني كتكون شتاء متفرقة، يعني كاين مناطق بطبيعة الحال يعني مناطق اللي فيها الشتاء وكاين مناطق اللي ما فيهاش في نفس المنطقة يعني في نفس المدينة كتلقى تشيرة ما فيها الشتاء أكادير فيها الشتاء، هذا الشيء عادي جدا ولله الحمد. وكنتمنى الله تعالى أنه يجيب الشتاء قد ينفع، هذا الشيء اللي كنتمناه أحبتنا في كل مكان. إذا كما كتشوفوا معنا يعني أمطار الخير ولله الحمد في هذه اللحظات رغم أنها قليلة لكنها الحمد لله نستبشر بها خير. تحية لك أميرات أخلاقي كتقول أنزل الحمد لله، الحمد لله والشكر لله. مدينة أكادير فيها أجواء رائعة جدا وأجواء جميلة ولله الحمد والشكر لله على هذه النعمة الربانية. فطيلة اليوم يعني كانت هناك تساقطات مطرية مهمة جدا رغم أنها كما قلت الصبيب ديالها ضعيف لكنها ولله الحمد. كما كتشوفوا ياسين كيقول من سليمان الان امطار الخير ولله الحمد والشكر لله. فبلادنا ولله الحمد كتعرف تساقطات مطريه مهمه مجموعه من المدن وفي مجموعه من المناطق، ونفس الشيء بمدينه اكادير في هذه اللحظات كما كتشوفوا معنا
يعني كنعيش معكم هذه الاجواء الرائعه وهذه الاجواء الجميله هنا من العاصمه السوسيه مدينه اكادير. فتحيه لكل المتابعين الاوفياء اينما كانوا سواء داخل المغرب او خارج المغرب، كنحييكم ولله الحمد. كما كتشوفوا يعني كاين امطار الخير وكاين يعني شي اشتواء اللي تبارك الله يعني باقا في الساعات القليله القادمه غادي تجي وغادي تكون قويه ان شاء الله، والله يجيبها قد النفع ان شاء الله يا رب. هادشي اللي كنتمناو وكنتمنى ان تدوم علينا هاد الخيرات وهاد النعمه الالهيه اللي كنشوفو بطبيعه الحال هنا في مدينه اكادير. يعني ما احوجنا الامطار الخير وما احوجنا التساقطات المطريه حتى تعم الخيرات كل الارض ان شاء الله يا رب. محمد الحناوي كيقول جرف الملح يعني الشتاء. تبارك الله تبارك الله اخي الكريم، ولله الحمد والشكر لله. كنحمد الله وكنشكر على هذا النعمه الربانيه كريم. الحمد لله والشكر لله. هذا الشيء اللي كنتمناو وغادي نخليكم مع هذه المشاهد وهذه الاجواء الرائعه جدا. ياليك خويا مولاي الحسن الطاهري كيقول السلام خويا، واش كاينه ترودان؟ حنا القنيطره مزيان اخي. فجهه سوس مسا كامله كنعرف التساقطات المطريه اكادير والنواحي وايضا ترودان تزنيت ومختلف المناطق. كما كتشوفوا يعني كاين امطار الخير تبارك الله على هذا الشواء اللي استبشرنا به خير في هذه اللحظات، ولله الحمد. انتم كتشوفوا معنا وكتعيشوا معنا هاد الأجواء الجميلة من وسط المملكة ووسط مدينة أكادير، بالضبط من منطقة أدرار ومرورا بتيليلا، ولله الحمد. يعني كاين أمطار الخير وكاين الشتواء ولله الحمد.
الحمد لله خويا، تحياتي لك، تحية لجميع الناس اللي كيتابعوا معنا هذا البث المباشر. وكاين كما دائما كنقولوا، كاين بعض العقول الضعيفة، ومع الأسف الشديد